السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم طريقة الكبة بأسهل طريقة، ومن غير ما نحطها معاها هبرة، ومن غير ما كيلة. اول شي راح نعرفكم على المواد. اول شي عندنا كوبين من الطحين، عندنا كوب من النشا، عندنا معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الكمون. هون عندنا 4 من البرغل و4 سميد بنفس الكوب، نفس الكوب اللي قدرنا به الطحين. يعني هون عاملين كمية كبيرة، تريد انتو تعملوا نصها، يعني اعملوا نصها. هون عندنا الكمية كبيرة، انتو يعني تعملوا نصها، تحطون كوبين من السميد وكوبين من البرغل، والباقي الطحين نفس الشيء، يعني كوب طحين بنص كوب من النشا، هاي نص الكمية. هون راح نحط معاها اول شيء معلقة الملح، معلقة الكمون، راح نخلطهم مع بعض. راح نحط عليهم، عندنا مي مغلي، يعني كل كاسة تاخذ كاسة مي. يعني هون عندنا 4 كاسات من السميد و4 من البرغل، تاخذ 8، يعني 8 كاسات مي مغلية. هون راح نضيفها ونحرك شوي شوي. هون حطينا كل الكمية، هاي المي، نحركه زين. هاي 8 كاسات كلها حطيناها، نقلبه حتى يتشرب المي كلها بالشكل. راح نغطيه، راح نخليه ونغطيه، نخليه تقريبا شي نص ساعة عشان تفتح معنا الحبة، حبة البرغل والسميد. نرجع لكم. هون عندنا لبين ما تفتح معنا حبات البرغل، راح نبلش نعمل الحشوة. هون عندنا كيلو من اللحمة، وعندنا هون تقريبا كيلو بصل، راح نبلش نحطهم على النار. هون راح نعمل معاكم اللحمة. أول شي معانا زيت، كمية من الزيت، هون راح نحط اللحمة. هنقلبها شوي مع الزيت. نظل نقلب بها لبين ما يتغير لونها. هون عندنا اللحمة نشفت معانا، راح نحط البصل. نقلبهم مع بعض بين ما تذبل عندنا البصلة. هنحطهم معانا التوابل. اول شي راح احط شوية ملح، وراح احط الملح والفلفل مع اللحمة. نقلبهم مع بعض. Thank you.
نخلي البصلة بينها تبل معانا، راح نغطيها نخليها تستوي ونرجع. هاي عندنا هون الكبة فتحت حباتها هالشكل، راح نفردها شوي. نفردها لأنها لصقة على بعض، ومشان نحط عليها باقي المكونات ونأجلها. نحط عليها الطحين، عندنا كوبين من الطحين. هذا أول كوب، هذا الثاني. نحط النشا، عندنا كوب من النشا. راح نخلطهم شوي مع بعض. هون عندنا بصلة مبشورة، تكون بصلة كبيرة يعني. حركة مع المواد. راح نبلش نحط لها زيت. عندنا أول شي كوب من الزيت. يعني نحطه نفركه زين، نشوف ايش قد تاخذ معانا زيت. يعني لازم ندعكها زين مع الزيت. نحط كل الزيت، نفركها ونشوف اذا احتاجت زيت نحط لها كمية ثانية. يعني هاي صارت عجينة الكبة جاهزة معنا، راح نحطها بالبراد نخليها ساعة مشان ترتاح، بعد نرجع لكم. هاي عندنا العجينة ارتاحت، دعكناها يعني حيل بدها دعك، حطيت لها مي ودعكتها لبين ما صارت بهالشكل هذا. هون راح نبلش ناخذ قطعة معاكم نعملها هالشكل هذا. حط كمية من اللحمة. العجينة لا تطلعونها كلها، يعني طلعوا قسم والباقي غطوه. هذا الشكل. تصير معنا بهالشكل هذا. راح نعمل واحدة ثانية.
حاولوا نرفعها يعني قدر الإمكان ترفعونها. بالإذن شوية مي ونشا، دخل اللحمة للجوة ونعملها هيك بهالطريقة، يعني الشكل اللي تحبون اعملوه، انا راح اعملها بالشكل هذا يعني في الشكل الإجاصة. شيل الزيادة نرجع نعملها من جديد. الشكل هذا راح نعمل معاكم هاي اخر وحدة. الحشوة تسكرها صار جاهزة عندنا. راح نكمل الكمية كلها ونرجع لكم بعد القليل إن شاء الله.